لاباس بخير، اموركم مزيان. جيت بغيت لا فيديو تلقاكم في احسن ما يرام، يا ربي ضحكين نشتي حتى شي حاجه ما ناقصاكم. في الحقيقه ما خصنيش نقول هلا ولي في، خصني نقول بنات ولاد، حيت الاغلبيه عندي ولاد انا وكيشجعوني ولاد. من هاد لا فيديو دابا بغيت نقول لكم ميرسي بزاف، واي واحد كيشوف هاد يعني كيشوفني انا وكيشوف هاد القناه ديال هند بيوتي ناتشر وكيشجعني، بغيت نقول لكم ميرسي بزاف. الصراحه هادشي اللي غادي نقول لكم. دونك اللي هي اول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساش تشارك عندي في القناه وتفعل الجرس باش دائما يوصل الجديد ديالي. واللي ما عندهاش انستغرام ديالي غادي نخلي لكم هنا ولا هنا، دخلوا عندي دائما كنكون اكتيف في انستغرام على اليوتيوب. دونك فوالا، كيف قريتو من العنوان اليوم جيت نبارطاجي معكم لي زارتيكل اللي خديت من شيئين، يعني لي زارتيكل اللي غير ديال الكوير. كاين شي كوير اللي فريمون خرج ليا طوب، وكاين شي كوير اللي خرج ليا فلوب. دونك جيت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو هذا باش البنات اللي كي باغيين يتقداو مثلا نسراو ديال الكوير من شين او لا لي جيب او لي طوب او لا بزاف الحوايج. دونك بغيت نفيدكم واخا غير شي شويه من هكا باش ما تطيحوش في نفس الاخطاء. دونك فوالا، باش ما تمشيو فين، باش نبداو لا فيديو ديالنا ونكملو. بيزوات فوالا لي في. دونك غادي نبدا معكم بلي زارتيكل اللي جاوني انا فلوب، يعني اللي ما صراحه ما خرجش هذاك الكوير كيف انا متوقعه. حيت كيف كتعرفوا البنات، دونك كاين الكوير اللي كيصبر وكاين الكوير اللي ما كيصبرش. دونك صراحه يعني لي زارتيكل اللي خديتهم انايا من شين، صراحه ما عجبنيش الكوير ديالهم. هما في التصويره كيبانوا لكم زوينين، دونك راه غادي نخلي لكم كل ارتيكل غادي نخلي لكم فوتو ديالو باش تشوفوا. يعني في الفوتو كيبان هو، ولكن صراحه ملي جربتهم ولبستهم المره الاولى يعني اولا المره الثانيه، دونك صراحه التو ديالو ماشي هو داك. اول حاجه البنات غادي نبدا معكم بهاد السيكليزم هذا ولا بشورت كوير. فريمون هو الكوير ديالو دابا هو كيبان لكم كوير يعني عادي، ولكن الصراحه ملي كتقربوا ليه كيبان لكم يعني بحال اللي مقشر شويه، فهمتي؟ يعني الكوير ديالو انا ما عجبنيش فلوب، وداغي كيتقشر يعني لبستو مره وحده فريمون دغيا تقشر ليا. دونك هذا الكوير ديالو اتس باد، دونك ما عجبنيش. هو في الشوفه واو يا سلام، ولكن فريمون ملي كتلبسيه المره الاولى المره الثانيه دونك عادي، هذاك كتلبسته مره وحده. دونك فوالا هذا ما عجبنيش الكوير ديالو، دونك هذا ما عجبنيش. فوالا لارتيكل الثانيه البنات هو هاد السروال هذا. هاو السروال هذا فريمون الا شفتوا التصويره ديالتو غيعجبكم، ولكن التوب ديالو ماشي هذاك الكوير اللي كيكون مثلا قاصح ولا جامع راسو. دونك لا حتى هو شويه على هاد الشورت هذا، فهمتي؟ شويه، ولكن ملي لبستو المره الاولى والمره الثانيه يعني نفس المشكل من تحت، يعني حتى هو بدا كيتقشر ليا. دونك هذا البنات كنصحكم به ما تاخذوش دونك هاد الكوير هذا. دونك هذا انا ما عجبنيش، يعني قلت لكم لبستو مره وحده واقيلا ولا جوج مرات. دونك هذا الكوير ديالو فلوب. ثالث ارتيكل البنات هو هاد السراول هذا. كيف كتعرفوا السراول دابا اللي خارج من هنايا بحال هكا، دونك هذا هو اللي ترند دابا كيلبسوه بزاف. شفت اكثريه الانفلونسرز الاوروبيين اللي لابسنو، قليل فاش شفت لابسنو المغاربه الصراحه، مازال ما شفت شي وحده لابسه هذا. الكوير ديالو كيبان لك عادي، ولكن التوب ديالو رقيق. ما صراحه ما مرتحتش ليه، التوب ديالو رقيق هذا هو المشكل ديالو. وخديت الام فريمون جاني كبير بزاف، لا في الكرش ولا حتى في هذاك شنو. دونك هذا صراحه ما غاديش نقول لكم ولكن ما عجبنيش غير من ناحيه الوسوعيه ومن ناحيه الرق. ها نتوما كتشوفوا هكا ملي كنهزوه، ملي كنهزو لكم راه كيبان لكم رقيق. دونك هذا رقيق صراحه، بينو بين لبستو مره وحده ما وليتش لبستو ثاني مره، يعني ما يمكنش ليا نستعملو يعني مره اخرى لحقاش فريمون ما ارتحيتش ليه في اللبسه ديالو. هو كيبان لكم زويون في الفوتو، ولكن في اللبسه الصراحه ما غاديش ترتاحوا ليه بتاتا. ويلي وليت واعره في العربيه. دونك غادي نمشيو للكوير اللي بين وبين، يعني ماشي خايب بزاف وما زوينش بزاف الصراحه. صراحه هاد الطوب هذا كوير فوالا،
كيجيو هاك تيجي بحال وي تقول ميني بوط مي كتلبسو مع الطايهوت هذا من داخل مقيطن الصراحه زول ما كيبينش فريمون ولكن الثوب ديال الكوير ديالو ماشي داك الكوير اللي انا تخيلته يعني تقريبا هذا بحال الدوزيام ارتيكل اللي وريتكم اللي سروال يعني ما ماشي داك الكوير اللي صراحه واو دونك هذا ما بين وبين مركزا معايا الدريات مركزا معايا دونك هذا ما بين وبين المهم كيف قلت لكم البنات راه اي ارتيكل غادي نوري لكم غادي نخلي لكم لوليا ديالو وغادي نخلي لكم الفوتو ديالو باش تاكدوا باش اللي مثلا باغا هكا تاخذ شي ارتيكل من هادو اللي وريتكم دونك من الاحسن تعرفوهم السروال اخر هو هاد السروال هذا كيجي هكا طويل كيجي مفتوح من داخل من الدخله من هكا يعني ماشي على برا من هكا من داخل زويون حتى هو ما بيهش مقطن الكوير ديالو الصراحه ماشي خايب بزاف ولكن فامال هذا صراحه في اللبسه هذا ما كيبينش فريمون ما كيبينش ماشي بحال داك السروال اللي وريتكم صراحه زويون ماشي شي زوين غادي نقول لكم واو انا مقتنعه به 100% مي فامال فامال صراحه فامال يعني ماشي داك الكوير اللي على بالكم مي هذا زويون كومين الارتيكل اللي قبل دونك دابا غادي نبارطاجي معكم الكوير اللي فريمون طوب 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 صراحه هاد لاجيب هذا فريمون الكوير ديالها واعر راه غيبان لكم حتى في الفوتو ويبان لكم حتى في هكا ملي كنوريكم يعني راه قاصح فريمون زويون هذاك الكوير اللي قاصح واخا كتجبدي ما كيبانش على اساس انه راه مقطع فريمون ها نتوما يعني ما كيبانش لكم فكروني غير فكروني على كيبانش لكم راه مقشر يعني كوير فريمون زوين هذا صراحه جادو هذه صراحه لبسها مره مي نقدر نعاود نلبسها مره والثانيه والثانيه والثالثه والرابعه دونك هذا فريمون هاد الجيب هذه واعره كتجي معها هكا الساتين هذه ديالها هكا وكتجي مع ومن اللور كاينه السميسله ديالها وواحد اللعيبه الفوق تسد فريمون هادي قلت لكم جادور دونك هذا الكوير لي طوب اي فوالا غادي نوريكم هاد الشورت هذا ديال الكوير هذا الصراحه واعر زويون يعني الكوير ديالو كيف قلت لكم البنات هذاك الكوير اللي شاد راسو ماشي هذاك الكوير اللي كديرو ها كيبقى يتجبد وملي كتجبدو كيبان لكم فريمون هذا زويون عجبني حتى هذا نقدر نستعملو بزاف لي اوتفيت وبزاف يعني ماشي مره ماشي جوج فريمون زويون هانتوما كتشوفو هادو ما غاديش نقول لكم يعني راه اي ارتيكل مثلا كيعجبني انا يقدر يعجب اي واحد الاذواق لا تناقش وكل واحد ذوقه وكل واحد الستيل ديالو مي البنات اللي يعني كيبغاو يلبسوا هكا لي جيب ولي شورت هكا بحال هكا ديال الكوير دونك هذا ننصحكم به فريمون واعر يعني الكاليتي ديالو طوب فوالا غادي نوريكم واحد اللي الصراحه خطير هو هاد السروال هذا واعر الثوب ديالو خطير كيجي من داخل حتى هو مفتوح كيجيو فيه هاد السيور هادو بحال هكا كتشديهم بحال هكا المهم كتقاديهم هكا هذا الصراحه الكوير ديالو واعر الصراحه خطير عجبني وما توقعتوش فريمون غادي يجي بحال هكا توقعتو انا قلت يمكن يجي بحال هذاك النواغ اللي خديت اللي قلت لكم ما بينو بين يعني هذا الصراحه الكوير ديالو واعر وقاصح فريمون قاصح ولكن راه زويون خاصكم تعرفوني انا من النوع اللي كيحماق على الكوير فوالا اخر ارتيكل هي هاد الجيب هادي الصراحه المشكل هادي جاتني انا واسعه بزاف وفي الطول ديالها انا راني نقصها نقص منها شويه تهي التوب ديالها واعر الصراحه يعني واخا كتجبدي زعما كاين رهيف ومقيطنه من داخل فوالا كيجيو فيها التصديفات هادو كاملين بحال هكا كتجي من الباندا بحال هكا فريمون هذا التوب ديالها زويون دونك هذا ما ندمتش عليه اي فوالا هادو هما لي زارتيكل البنات اللي بغيت نبارطاجي معكم سيرتو ديال الكوير دونك
هادشي ما كان. وكنتمنى ان هاد الفيديو هذا يعجبكم، ونتمنى انه يفيدكم، وما توقعوش في نفس الاخطاء اللي وقعت فيهم انايا. روخ فراسكم روخ كيخرجوا لي شي حوايج خايبين، مي انا ما كنستسلمش، كنبقى ندوموندي حتى نلقى الحاجه اللي بغيت. ماشي مشكل انا ما خرجتش في هاد البياسه اولا في البياسه، دونك ما نقدرش ندوموندي على شي حاجه. دونك فوالا البنات، وصلنا لافا ديال الفيديو، وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير زوينين وبالبارطاج. تهلاو ليا فراسكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. بيزوات، تهلاو ليا فراسكم، باي باي.